الراجل ده عايزني اسوق عربيه من دي او دي او دي. احنا عند ايفل تاور. شوف يا كريم يا سيد، مش محتاجك تاني خلاص. حمزه معاه درون. في مظاهره. احنا كده اتحبسنا. بقى في ضرب. تعمل ايه يا الكسار؟ الايام اللي فاتت دي كلها فاتني حاجات كتير، ان الدنيا كانت بتمطر فانا كنت قاعد في البيت الوقت كله. ولكن النهارده اخر يوم في باريس، ولكن اول يوم في التصوير عندي. اول يوم تصوير اقصد فيه اول يوم انزل اصور في الاماكن المعروفه في باريس، وابدا بالارك دو تريومف. ده المفروض من اكتر الحاجات المعروفه في باريس، عشان هو يعني شبه تقريبا في السنتر. هو اتبنى في 1800. انا هحاول اقول حاجات سريعه كده. هو ارك دو تريومف يعني الارش، يعني الارش ده بتاع الفوز. هو معمول عشان الناس اللي هي ماتت في الحروب، كانت تذكار يعني. المفروض ان تحته في مقبره دافنين فيها ناس من اللي هم ماتوا في الحروب بتاعت فرنسا عموما. اول حاجه ارك دو تريومف. المفروض اعمل السينماتيك بتاع باريس، المفروض في فيديو لوحده، بس كنت عايز اوريكم الناس اللي هم ماتوا في الحرب شكلهم كان عامل ازاي. بس دي هتبقى اول ستوب لينا. تاني ستوب هنروح فين يا محسن؟ هروح ايفل تاور، برج ايفل. الشارع ده اسمه الشانزليزيه، ما اعرفش اتنطق ازاي قوي يعني. ده معروف بالمحلات المشهوره جدا اللي فيها الماركات بقى الكبير جدا. تلاقي هنا بقى الناس بقى اللي عايزه تصرف بقى، تلاقيهم كلهم موجودين هنا. تلاقي العرب دايما يحبوا الشارع ده جدا بقى، اللي هو ايه، في خيارات كتير جدا. الراجل ده عايزني اسوق عربيه من دي او دي او دي. اختاروا اني واحده. For free? For free? No free. You yeah. have to pay. How much? The Ferrari. Man, it's for what first? Why you be doing video? YouTube. It's for rent. I'm renting Ferrari Lamborghinis. Ferrari so you can Lamborghini. Be happy in Paris. Ah. We have Ferrari for 120. Ferrari California and the 458 for 200. And the Huracan Spider Lamborghini for 200, half an hour. 200. So is there special discounts for the people watching? Yes. Okay. When they come, they have special discounts. We're gonna do 90 euros for each person. Really? What's your name so they can know? My name is Alex. Alex. So ask for Alex. Alex in Paris. Alex in Paris. Thank you, man. Welcome. Thanks. أني بعربية من دول بقى. الراجل كان بيحاول إن أنا اجر عربيه من الثلاثه دول. كان بيقول لك لو حد هيجي يسال على اليكس ويعمل له سبيشال ديسكاونت 90 يورو تقريبا، مش فاكر قال نص ساعه ولا ساعه، مش فاكر، لو عايز تلف بيها يعني. لا يا باشا، احنا ما بنأجرش الحاجات دي، احنا بنشتري على طول. طبعا هو موضوع مختلف كتير جدا لما اكون انا قاعد بلفلف لوحدي من غير كريم السيد او من غير سمير واسامه. اللي متابع الفيديوهات هيعرف مين الناس دي. تاني ستوب النهارده ايفل تاور، هنروح نشحيصه كده شويه. بس دي بتلف ازاي؟ يا ابني ده بيخمس في الميه. فينك يا كريم يا سيد؟ كنت لحقتنا بشويه درون شوتس هنا. ايه؟ لويز تاكل علب منه. انا مش عارف، انا حكيت لكم انا كنت مستني لاخر يوم، بس انا كنت مستني عشان الجو كان هيبقى حلو. يعني كم يوم اللي فاتوا دول كانوا مطره، كان الموضوع صعب جدا، فكنت مستني يوم الخميس اللي هو النهارده عشان الحق اصور في الشمس دي. طبعا الناس اللي بتسافر عارف الموضوع ده، كل ما يجي يسافروا في مكان عشان يشوفوا حاجه معروفه فيه يلاقوا فيه كونستراكشن ويلاقوا فيه ان هم بيصلحوا فيه حاجات. لكن المهم ان احنا عند الايفل تاور. تاني ستوب. انا قبل كده من 10 سنين جيت مره وطلعت فوق خالص عشان اصور من فوق،
بس بصراحة مفيش وقت اطلع صور تاني عشان عايزين نلف عشان في صوبس كتير قوي وان انا الف باريس والحاجات المهمة كلها في يوم واحد ففي مشي كتير وطبعا انا يعني ريت اذهب اشارككم معايا عشان يعرف هو يشرح الحاجات دي انا مش شاطر قوي في الكلام ده ولكن انا هقول لكم معلومتين سرعة كده هو بنى 1887 قبل ما انا اتولد ب 100 سنة طوله 300 متر اكتر حاجة معروفة طبعا في فرنسا يعني اي حد عارف فرنسا وباريس هيبقى عارف المكان ده والناس بتيجي عشان تتصور معاه محسن معلش بس هو انت كده خلصت كلام عن البرج اصلا انا حاسس ان فيه معلومات مهمه وحلوه انت ما قلتهاش عن البرج خالص يعني مثلا انت ما قلتش ان البرج ده المفروض ما كانش يبقى موجود في باريس في فرنسا وكان مخطط ليه اصلا في البدايه انه يبقى موجود في برشلونه في اسبانيا ولكن الاسبان شافوا انه شكله وحش جدا فدول الفرنساويين وعلى فكره حتى الفرنساويين في الاول ما كانش عاجبهم شكل البرج ده خالص وكانوا شايفين انه ملوش لازمه وان ارتفاعه العالي ده هيبوظ شكل المدينه وقالوا خلاص احنا هنسيبه في باريس لمده 20 سنه وبعد كده نبقى نشوف له صرفه ولكن في الحرب العالميه فرنسا لقت استخدام استراتيجي لارتفاع البرج ده لانه بسبب ارتفاعه العالي ده كانوا بيستخدموه في الاشاره والارسال اثناء الحروب وعشان كده البرج فضل موجود في باريس لحد وقتنا هذا وانت عمال تصور يعني وشوف بقى سبحان الله البرج اللي ما كانش حد طايقه وكانوا عمالين يمطوحوه بين بعضيهم ده وما كانش حد عايزه اصلا بقى هو واحد من اهم المعالم السياحيه في العالم كله وهو الرمز السياحي الاول لفرنسا والمدينه باريس ده غير طبعا ان بقى فيه اكتر من 20 نسخه مصغره من برج ايفل موجوده في العالم كله بسبب اهميته الفظيعه يعني يعني لو احتجت اي حاجه في السفر بعد كده ابقى قول لي يعني انت هتعرف تجيبني يا محسن بس خلاص ارجع انت بقى كمل يلا باي باي شغال بي رول ايه الراجل ده هيعمل يوتيوب شانل قريب يا جماعه خلاص انا هقنعه حالا الراجل ده تالنتد جدا ان شاء الله اعرفكم حمزه من المغرب من المغرب الراجل برده بيصور فيلمين وبيعمل فيديوز على انستغرام ام تي فيجوالز ام تي فيجوالز فيجوالز واعمل له فولو انت بتعمل ايه فيلم ميكنج كله على انستغرام كله على انستغرام شوف يا كريم يا سيد انا مش محتاجك تاني خلاص حمزه معاه درون وهنحاول نصور من فوق ونجيب بقى ال عيب عليك احنا الاصل وبعدين سواقه الدرون دي فن مش عنا الفكره في العجله دي ان الناس ممكن تاجر العجله دي وفي اي مكان وبالابلكيشن ممكن تشغلها وتمشي وتسيبها في اي مكان بعد كده عادي يعني انت ممكن تأجر العجله تلاقيها راكنه تاخدها تروح اي مشوار انت عايزه تسيبها هناك وخلاص وبتدفع الفلوس من الابلكيشن وخلاص تسيبها في اي حته واي حد تاني بقى بيشوف اقرب عجله ليه ويعدي بقى وياخدها وينطلق وفي منها بقى عجل وفي موتوسيكل وفي الموضوع ده في عربيات الموضوع ده في كذا حاجه يعني طبعا احنا عملنا الحاجات دي في مصر هياخد العجله وهيروح بيته ومش هيرجع تاني في مظاهره طلعوا عندهم مظاهرات زينا برضو يعني احنا نطلع من مصر نيجي ناكل كشري نطلع من مصر نيجي نلاقي ناس ثوره وبتاع سيبونا بقى في حالنا بقى مش عارف احنا جايين نمشي الناحيه دي ناس ورايا دول زقوني وقالوا لي لازم تمشي الناحيه دي مش عارف احنا اتحبسنا كده ليه مش هنعرف نروح نشوف اللوفر ده احنا جايين نشوف اللوفر مش جايين نعمل حاجه يعني It's a wide demo. Demo. Of yes, railway. Railway. Railway strike. And education teachers, students. Yes, all the public salaries. بيقولوا إن المشكلة هنا
على عشان الناس السالريز بتاعت الناس بس حبسنا كده يا معلم. احنا مش معاهم. احنا كده اتحبسنا. كده اللي قدام ورا دول بيقفلوا وكده اللي هنا دول بيقفلوا كده احنا مش هنروح بقى. ما تمسكش في مصر رجع تمسك هنا في باريس. لا الموضوع بقى بجد جدا وبقى فيه ضرب. هتحبس مع الظباط اللي ورايا دول. I'm a tourist, Egypt. I make YouTube videos. يعني بعجوبة بعجوبة عدنا نتحايل على الراجل نقول له النبي والنبي انا سائح وشاف الكاميرا وضرب له فورمة السائح وبتاع طلعت له رخصة بتاعت مصر ونفعت. قال لي انا صدقتك عشان الرخصة دي فخرجني اخيرا. رخصة برضه السواقة دي عاملة شغل عالي في باريس. وانت لسه بتتكلم فرنش يعني معاهم؟ يعني انت قاعدين بنتكلم انجليزي من ساعه ما جينا راح الظابط تكلم فرنش. دلوقتي احنا رايحين للوف فشويه ستوب كده شويه ستوبس كده وهنكون وصلنا. I hold back sometimes I won't. I feel good sometimes I don't. والله الشعب جميل قوي. عارفين ستروماي اللي بيغني في فرنسا؟ اهو ابنه his son ستروماي son everyone. طب احنا حاليا في اللوف وده الهرم بتاعه من تحت كده انا ماسك الهرم. هنطلع فوق دلوقتي ونشوف بقى الشكل اللوف ده من فوق هيبقى شكله عامل ازاي. ستوب نمبر 3 لوف. لوف ده مفروض ان هو من يعني من تاني اشهر حاجات في باريس من بعد الايفل تاور. تلاقي الناس كلها بيجي. هو المفروض هو بالاس كان معمول زمان كان رويال بالاس زمان وكان اتبنى في سنه 1200 وتحته بقى او في المباني اللي حواليه دي في بقى كل اللوح المشهوره بقى ليوناردو دافنشي وما اعرفش ايه واللوحه بتاعت موناليزا موجوده جوه كانت اتسرقت في 1900 تقريبا وجابوها تاني. فكل بقى الرسومات والبينتينجز المشهوره جدا كلهم هتلاقيهم في اللوف. فاحنا ممكن ناخد شويه بقى فيديوز مع حمزه. انا مش بخاف خالص. خلاص راح نطلع وي جارا ميت ايتش اذر ان ايتالي اف يو كيم ان ايتالي يا جوينغ تو جيرماني افتروردز اف يو كيم تو ايتالي يو ار ذا ويلكم بجد. وين ايتالي؟ بارما اور بولونيا اور ايفن ميلان. خلاص اللي يروح هناك يسال على حمزه. حبيبي حمزه ثانك يو سو ماتش جايز. حبيبي والله فرصه سعيده جدا. Comment tu t'appelles? Amélie. Amélie? Où habites? Paris? Dans ma rue. Au revoir. Rabat, stop. Notre-Dame.
دي من اكتر الكنائس اللي مشهوره في باريس، لازم اي حد يجي بيجي يشوفها. مره فاتت لما انا جيت دخلت جوه، بس هم قافلين الباب دلوقتي غالبا بيصلحوا فيها شويه حاجات، فمش عارف اخش جوه المره دي. فبس هي معروفه من الاركتكتشر بتاعتها والجوثيك اركتكتشر في الميديفال ايجز. احاول اشوف بقى حواليها كده شويه حاجات، بس هي كلها بتتصلح دلوقتي للاسف. سامعين؟ بس ده بيت الشيخ الحكمدار العمده يعني بتاع باريس، المحافظ بتاع باريس. والتماثيل اللي محطوطه دي من بيت قرايبه، هتلاقي بقى خالته وام امه وام ام 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 عمه خالد ابن عم سيد الحكمدار جاره بقى. في الحقيقه انا مش عارف هم مين دول، بس انت ممكن تجوجل الكلام ده، تبقوا اوتيل ديفيل ديفيل. شايفين ده يوم مختلف، عشان انا المره فاتت ما لحقتش، فلازم كنت اصور بيت فيديو في يوم تاني، ولكن ده السكرتير. شايف على ايه؟ اخر ستوب السكرتير. دي تبقى نهايه الفيديو. لو عجبكم الفيديو انسوا الشير ولايك. لايك تبقى فوق حاجات. تعملي ايه اليكس؟ طبعا سبسكرايب ده اهم حاجه عشان ناكل عيش. اخر قطر هاخده في باريس، عشان بعد كده رايح على شتوتغارت في المانيا.